الصديق الأمين الحقيقي هو اللي بيبان في وقت الشدة أو في وقت الأزمة. والكتاب المقدس كمان قال فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. في الحقيقة التفسير النفسي للآية دي وللخبرة دي وللكلام اللي احنا بنقوله إن الشخص لما بيكون بيمر بخبرة انفعالية ما بينساش الأحداث بتاعتها وما بينساش الأشخاص اللي كانوا موجودين أثناء حدوث الخبرة الانفعالية دي. يعني لو رجعت بذاكرتك للطفولة كده هتلاقي نفسك محتفظ ببعض الذكريات وناسي كل الأحداث الباقية اللي كانت موجودة معاك في فترة الطفولة. هتلاقي نفسك فاكر شوية حاجات إيجابية وفاكر شوية حاجات سلبية. تلاقي نفسك فاكر حاجات إيجابية زي مثلا أنت كنت بتلعب ومبسوط في مكان معين أو بتضحك بصوت عالي في, 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 في حدث معين في جنينة في المدرسة في الكنيسة في البيت مع أخواتك أو أيا كان. دي خبرة انفعالية بس في اتجاه إيجابي كان معاها انفعال أو مشاعر إيجابية جدا وعشان كده أنت احتفظت بيها وذاكرتك احتفظت بيها. اللي بيعلم معانا وبنفضل فاكرينه هو المشاعر وبالتالي بنفتكر الأحداث بتاعتها والأشخاص اللي كانوا موجودين في الحدث. ونفس الكلام هتلاقي نفسك فاكر بعض الذكريات المؤلمة اللي انت مريت بيها في الطفولة اللي كنت فيها بتعيط أو كنت فيها خايف أو كنت فيها بتمر بشعور شديد قوي جدا مصاحب لحدث معين. اتأذيت بدنيا، حد ضربني، حد ضايقني، حد خوفني، حد أذاني جنسيا أو هددني بالتحرش أو تحرش بيا فعلا وهكذا. ودي بتبقى خبرة انفعالية سلبية. الخبرة الانفعالية هي خبرة كان معاها مشاعر قوية جدا جدا جدا. ده اللي بيحتفظ بيه في الحقيقة المخ وده اللي النفس الإنسانية بتفضل فاكراه وبيأثر عليها جدا جدا. بفضل فاكر الخبرة وبفضل فاكر الأحداث بتاعتها وبفضل فاكر الناس اللي كانت موجودة في الخبرة دي. لو كانوا ناس معايا في خبرة إيجابية بفتكر لهم الخبرة الإيجابية دي وبفرح لما بفتكر سيرتهم. لو كانوا معايا في الخبرة السلبية دي وساندوني أنا بفرح برضو وبفتكر لهم وقفتهم معايا. ولو كانوا ضايقوني أنا ببقى متضايق منهم وببقى موجوع من اللي عملوه معايا. دي فكرة الخبرة الانفعالية في علم النفس. وعشان كده الكتاب المقدس لما بيقول بقى فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين هو بيدي توصية واضحة إن كل ما بتقف مع شخص أثناء مروره بالخبرة الانفعالية الإيجابية أو أثناء مروره بالخبرة الانفعالية السلبية أنت بتعلم معاه جدا وبيحصل ما بينكم رباط حب شديد جدا جدا مش بينسهولك أبدا مهما مرت الأيام ومهما عدت السنين. هو بيفضل فاكر الخير اللي أنت عملته، المساندة اللي أنت قدمتها له سواء في وقت الفرح أو سواء في وقت الحزن والتعب. بقول ده في الحقيقة وبشارككم بالمشاركة البسيطة دي لأن كلنا محتاجين ندور باستمرار وتبقى عينينا لماحة إن احنا ندور في الدوائر العلاقات بتاعتنا سواء أسرتي أو سواء جيران أو سواء زمايلي أي دائرة من دوائر العلاقات بتاعتي أنا محتاج تبقى عيني بتلمح مين بيمر بخبرة انفعالية ومحتاجني جنبه سواء خبرة انفعالية إيجابية أو سواء خبرة انفعالية سلبية. احنا كمصريين جدعان وبنعرف نقف جنب بعض في وقت الخبرات السلبية. يعني دايما الناس تقولك امشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة زي ما بيقولوا. عندنا ثقافة ان احنا لما يكون حد عنده مثلا حالة وفاة كلنا بنجري عليه وكلنا بنسأل عليه وكلنا بنقف جنبه. لكن ما عندناش كلنا الثقافة بتاعت ان احنا نسأل على بعض في الاوقات اللي فيها مناسبة مفرحة. فبنقول لا هو فرحان ومبسوط خلاص سيبه ومزقطط هو مش محتاجني اقف جنبه في حاجة. لا، الناس بتحتاج ان احنا نسندهم ونشاركهم سواء الخبرة الايجابية او سواء الخبرة السلبية. ربنا يسكب كلنا في قلوبنا حب ناحية بعض واحساس ناحية بعض نفكر ونحس ونتصرف بارشاد من الروح القدس ينمينا في الحب اكتر واكتر ويخلي جسد المسيح متماسك اكتر واكتر من خلال احساسنا ببعض ووقفتنا كلنا وتقدمنا للمحبة مع بعض. احملوا بعضكم اثقال بعض.